انا اوجه اولا كلمة في دقيقة الى الاخوة والاخوات الذين لهم رايات معينة، يعني كلها ان شاء الله سليمة باذن الله، ليست فرقا وانما هي جماعات دعوة، وسائل دعوة، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا تبليغي، هذا جماعة كذا، هذا جماعة كذا، كل شيء طيب، انا كلهم ابنائي وبناتي واحبهم جميعا. لكن اقول للجميع من باب الموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح، الاسلام بيت كبير، بيت كبير، دار فيه عشرات الغرف، في كل غرفة يسكن فيها اصحاب راية معينة. انت داخل غرفتك ارفع رايتك كما شئت، قل انا سلفي، انا صوفي، انا لا اتنازل عن جماعات، خير يا عم. لكن اذا خرجت الى فناء الدار لا تنتسب الى رايتك، وانما ارفع راية الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا تنصب نفسك متحدثا باسم الاسلام؟ هل رأيت انت، هل رأيتم انتم، او هل قنعنا، او عندنا قناعة ان المتحدث الرسمي باسم الاسلام هو سيدنا محمد فقط صلى الله عليه وسلم؟ فقط هو المتحدث الرسمي باسم الله. اما ان تدعي راية او جماعة، ان انا لا، اذا خرجت من غرفتك، غرفة جماعتك يعني التي حيست انت الاسلام فيها، التكوين الجماعاتي تكوين بشري، يعني يقال عليه ما يقال على النقص البشري، في نقائص، لكن هو سماكم المسلمين من قبل. بالله عليك، هل ورد لك في الكتاب او في السنة اننا سوف نقف بين يدي الله يوم القيامة ليسألنا عن اي جماعة كنت، ومن اي جماعة كنت، وتحت اي راية كنت؟ لا، انما اسأل عن اسلامي، ماذا صنعت فيه. ابونا الخليل ابراهيم يرفع القواعد من البيت، من البداية، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا امة مسلمة لك. فحدد الهوية، الهوية محددة منذ ابي الانبياء، منذ سيدنا ابراهيم، ويعينه الصديق اسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريت امة مسلمة، هو سماكم المسلمين من قبل. إياكم كما قال ابن مسعود، وأي هوى يسمى بغير الإسلام.